تتذكر حكينا في عندي هيستريسيس لوسز في ماجنتيك سيركت، اي ماجنتيك سيركت طبعا المحول عباره عن ماجنتيك سيركت. عندي ممكن ارسمها بطريقتين، ممكن احط هون عندي ماجنتوموتيف فورس اللي هي نفسها ام ام اف. ايش وحدتها متذكرين ايش الماجنتوموتيف فورس وحدتها؟ ان في اي امبير تيرمز. وهذا الاكسس هلا انا عمالي باثر على السيستم بماجنتوموتيف فورس ام ام اف، عماله بنشا عندي فلكس. الفلكس رمزنا له بالرمز فاي، ايش كانت وحدته؟ واذا متذكرين عندي هون لما برسم العلاقه ما بين الاثنين بقدر ازيد الام ام اف، بزيد معي بعدين بصير في هون ساتوريشن، بعدين بصير عندي هون، وهدول متماثله. هي بعرفش انا اذا رسمتها متماثله، بس هي لازم تكون متماثله حوالين هذه اللوب. خلينا نحاول نحسن رسمها شوي. هاي هي الهستريسيس لوب واللي فيها لوسز راح يصير، ومهم اني ارسم السهم لانه عماله بزيد عندي هون. هون بوصل عمالي هون ساتوريشن، بوصل عندي الساتوريشن، وهاي النقطة مهمة وهاي النقطة مهمة، هاي سميناها ريتنتيفيتي، وهاي اسمها كويرسيفيتي. الريتنتيفيتي هي الماجنتيك فلكس اللي لسه ضايل موجود في المادة عند النقطة هاي. لما برجع عند هون لسه فيها، رغم اني نزلت الماجنتوموتيف فورس لزيرو، وهاي النقطة هي كمية الماجنتوموتيف فورس اللي لازم احطها حتى الغي الماجنتيك فلكس اللي موجود. انا كان بامكاني كمان ارسم هاي على اي كيرف، ايش تكون الاحداثيات؟ دي تمام، وايش؟ واتش تمام احسن. هون عندي هون اتش اللي هي الماجنتيك فيلد سترينث، فوق ماجنتيك فيلد سترينث، واللي وحدتها امبيرز بير متر. وعندي هذا هون راح يكون بي اللي هو ماجنتيك فلكس دنسيتي. وحدتها تسلا. تمام، اذا عندي هون ماجنتيك فلكس دنسيتي وحدتها تسلا او اللي هي ويبرز بير سكوير متر، وهون عندي امبيرز بير متر اتش. نفس الكيرف راح يطلع معي نفس شكل الكيرف اللي موجود هناك بالوحدات المختلفه طبعا. فانا لما بزيد اتش بوصل هون ساتوريشن، هون عندي الريتنتيفيتي، هون الكويرسيفيتي، وعندي راح يصير هيك. هلا هون اذا بتطلع لي هلا هذا راح يصير في لوسز في اللوب هاي، كوني بمسك الماجنتيك دايبول او الدومين وبعكس اتجاهه، برد بعكس اتجاهه، برد بعكس اتجاهه. كل العمليه هاي اللي عم بصير في عندي لوسز. اللوسز هاي هي عباره عن المساحه لكل سايكل، يعني لكل زياده ونقصان وزياده مره ثانيه، هاي اللي هي سايكل كامله عندي، هاي هي اللوسز اللي موجوده. اللوسز هاي بقدر اطلعها من المساحه اللي موجوده هون او المساحه اللي موجوده هون. اللوسز تقريبا هاي. اللوسز ايش؟ المساحه اللي موجوده هون، المساحه بين هذا الكيرف. انا اذا طلعت المساحه هاي وحداتها ايش راح تكون؟ اذا تكون هذا الاكسس مضروب في هذا الاكسس، مزبوط؟ اذا هذا ايش راح تكون الوحدات هون؟ الترم بقدر انساها، راح تكون اذا اللوسز هون ممثله بويبر امبير. هذه طبعا بير سايكل، وهون عندي اللوسز هاي الوحدات ايش راح تكون؟ راح تكون عندي هون امبير تسلا بير متر. نعم، كنا نحكي المساحه هي جول، صح ولا لا؟ المساحه لا بنت، عشان هيك انا عدت هذا الفيديو لانه في شغله تصحيح بالمره الماضيه بدي اصححها. المساحه في هاي الحاله رح تطلع معي، في هاي الحاله رح تطلع معي جول. اذا كان الاكسس هذا ام ام اف والاكسس هذا ويبر رح يطلع معي. ويبر هو عباره عن ويبرز بير سكند، فالويبر هو عباره عن فولت سكند، فمحل الويبر بقدر احط فولت سكند امبير. بس امبير بفولت هي ايش وحده امبير بفولت؟
شو احنا اللي بنضربه امبير بفولت؟ شو بعطيني؟ باور تمام، ايش وحدة الباور؟ جول. انتبه الوات ايش هي؟ باور. والانرجي جول. شو العلاقة بين الباور والانرجي؟ شو العلاقة بين الوات والجول؟ تايم. اذا ايش العلاقة؟ الجول شو بيساوي؟ او الوات شو بيساوي؟ جول بير سكند. جول يعني انا اذا عندي مصدر بعطيني 1 وات، يعني كأنه كل ثانية قديش بعطيني؟ 1 جول. الوات بيساوي جول بير سكند. المصدر اللي بعطيني 10 وات يعني بعطيني كل ثانية 10 جول. اذا عندي محل فولت امبير ايش بقدر احط؟ واتس. او بقدر احط جولز بير سكند. جولز بير سكند مضروبة بالسكند شو بتعطيني؟ اذا هاي المساحة. بس هذه بير قديش؟ لكل قديش؟ لكل سايكل. لما تزيد معي السايكل، لما هذا يرتفع الخط وينزل ويرتفع مرة ثانية، هاي سايكل. كل سايكل من هدول السايكلز كم جول عم باخذ؟ عدد الجولز اللي هي المساحة. لو عندي 50 هرتز كم سايكل راح اعمل بير سكند؟ 50. اذا 50 من هدول. اذا عندي اللوب الواحدة مثلا بتكلفني 10 جول بالثانية، والفريكونسي كانت 50 هرتز، اذا بالثانية كم جول راح تكلف؟ 50 في 10 اذا 500. هون في عندي اختلاف شوي بالوحدات، ما راح ادخل بتفاصيلها، بس راح اشرح لكم اياها. احطه هون انه هذه بتطلع جولز بير كيوبيك متر بير سايكل. هاي بنسميها انرجي دنسيتي. دنسيتي ايش احنا الدنسيتي؟ عاده لما بنقول الدنسيتي للمي، قديش وحده الدنسيتي للمي؟ متر كيوب. كيلوغرام للكيوبيك متر، مش هيك؟ اذا هي دنسيتي. هاي كانها انرجي دنسيتي، يعني كل متر مكعب من الكور هذا كم جول فيه؟ فايش لازم اضرب هون حتى يطلع معي جول؟ بدي اضرب في مساحة الكور، لازم اضرب في الفوليوم تبع الكور، في الكيوبيك متر حتى يطلع معي. هذا بس اختلاف بسيط حسب ال... فاحنا اذا هاي محطوطة بالام ام اف وهي محطوطة بالفلكس، هاي الاير شو بتطلع؟ جولز بير سايكل، هاي بتطلع جولز بير كيوبيك متر. ايوه اسحاق.